خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين يعني ثلاث أطفال في البيت في استحالة عم بيعطوا الأولوية للي أصغر منه عمرا، لأنهم طبعا هم لهم أولوية، وهذا يا حرام الولد بالصف العاشر ما عم بلحق له، ما بيجي له دور، يا دوب إخوانه اللي قبله يدرسوا. مش معقول يا جماعة اللي عم بصير. طيب مين كمان عندنا بيدرس تعلم عن بعد؟ بتدرس عن بعد أي صف أنت؟ أنا مبسوط بالبعد، أنا بس بدي المدارس ترجع بس حبيبي. خير الكلام ما قل ودل. تعالي تعالي انت نسمع البنات، تعالي. مرحبا. نحن نعاني مرحلة صعبة جدا بالتعليم عن بعد، وبالأخص باللغة الإنجليزية. جميع المواد نحن وقفي بس ثابتة خليكي ثابتة. أيوة تفضلي. وبالأخص اللغة الإنجليزية نحن لا نفهم أي شيء. طيب واضح، سمعنا صوت. مين كمان بتدرس عن بعد؟ بتدرسوا عن بعد انتوا الصغار؟ انا. انت ايش؟ انت شو بتدرس؟ اول ابتدائي انت؟ ثالث. ثالث ابتدائي. طيب تعال احكي لي، تعال استنى وقف بس لا تتحرك كثير. وقف. ايوه انا كرم ابراهيم الجرالي. بتعلم عن بعد، مش فاهم إشي بالانجليزي وما بفهم إشي. المنصة كيف المنصة؟ ما بفهم. احكي احكي كل مشاعرك، احكي لي كل مشاعرك لما بتقعد امام هالمنصة هاي، احكي لي. ما بفهم شيء وما بعرف. حتى بيضحك، بفتح له هو ابني، بفتح له المنصة بصير يضحك. كيف هم بس يقرأوا؟ لا حول. انت دارسيني انا، هذول بيضحكوني. لا حول الله يا ربي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني هيكم سمعتوا، أعتقد صار في عندكم صورة. أنت حكيت قبل شوي، حكيت أعتقد صار عندنا صورة من حجم مشاكل التعليم عن بعد. هلأ في بعض التعليقات اللي موجودة عم تحكي طيب إحنا شو الحكومة شو تسوي، وإحنا في عندنا فيروس. أوكي يعني ماشي على راسي. اللي بده يتوجه نحو التعلم عن بعد بده يحط بنية تحتية كافية، بده يعمل دروس مقنعة وقادرة إنه الطلبة يفهموها، وبده يوجه كمان بنية فوقية، بده يعطي الأهالي إمكانات نت، إمكانات حواسيب. الدرس بده يكون محكم، بده يعاد عدة مرات عشان الطالب يستطيع أنه يستوعب. الإنجليزي بده شرح بالعربي، مش بس اعتماد على الإنجليزي لحاله. الواجبات يجب استقبالها من قبل المعلمات وتصحيحها وتفهيم الطلبة، لأنه الواجب واحدة من الوسائل الفعالة لفهم الدرس، فالواجبات أساسية. الواجبات عبر التواصل الاجتماعي مفروض. الواجبات ما بصير. الواجبات يا جماعة مهمة، الواجبات مش عشان العلامات، الواجبات هي الطريقة اللي الطالب بتأكد فيها من فهمه للدرس، وبتتأكد أمه أنه هو فاهم للدرس. هم شو هدفهم ببعث الواجبات بس على المنصة؟ هي عملية تجارية ومشاهدات أكثر لهم، نجاح أكثر، صح ولا لا؟ ممكن. ليش منعين معلماتنا طلابنا يتواصلوا مع ما بيجوز المعلمة المدرسة بسوش تفقد دورها لصالح معلم المنصة. ما بصير هذا الكلام. أنا معلمة أولادي تحكي لي أنا بدي أخذ واجباتكم، أنا ما بضيع أولادكم، بدي أخذ واجباتكم. زدت معكم المنصة أو لا؟ أنا معاكم. لو بقيلوهم مش بقيلوهم. عافية عليها والله، بدها نشانة. عافية عليك، رائعة رائعة. كل التحية لها. شو اسمها هاي؟ مس أمل شقبوعة. مس أمل إلك كل التحية منا يا أستاذة أمل. بحكي أنا لو بقلوني من شغلي أنا بدي أضل متابعة معكم، لو بسكروا كل الجروبات أنا معكم، بس مش كل المعلمات هيك. عدا عن إنه صفر من صف رابع لكل معلمة، لكل مادة عفوا معلمة. طب الأم بدها تتابع مع 8 جروبات، مع 9 جروبات لكل مادة؟ حرام. وين الأم؟ الأم وين يعني؟ كيف تتنفس؟ كيف تعطي أولادها بحب للدراسة؟ طيب المنصة يعني أيام كثير تيجي ما بتفتحش يعني كثير معه، فابني على طول أساتذة وقفوا الجروب، هذا ابني الجروب وقفوه ممنوع. كل طالب يعني تابعوا شوي يعني معنا، ساعدونا شوي، ممنوع والممنوع ما بنقدر إنه نتابع معكم. إحنا المنصة مش دائما تفتح لنا، والواجبات يعني ما بترسل، مستحيل يعني ولا مرة يعني إنه أرسلنا الواجبات وراحت. نعم. ما في يعني في مشكلة في هاي.
التعليم عن بعد يعني كثير دمر الاولاد كثير دمر. عفوا معلش بس كمان في مشكله كبيره بالمنصه بتفتحي على درس هي ام نادين احكي لهم لما بنتك فتحت على درس الانجليش طلع درس فرنسي فتحت على درس الاجتماعيات اللي اساسا ما له كتاب. لو سمحتي كيف انا بدرس ابني ماده اجتماعيات المعلمه بتحكي لي روحي على المكتبه الفلانيه اشتري الدوسيه لانه ما في ماده بس ما في كتاب اجتماعيات. بفتح لابني على درس عربي مثلا طلع لي مهني او بيطلع لي علوم. بنت جارتي فتحت على الانجليش طلع لها فرنسي اساسا ما بناخذ فرنسي احنا. طيب ما شاء الله ما شاء الله كملي لنا يا ام نادين شو القصه. انا بنتي صف ثامن مشكلتها في الانجليزي يعني ما بتفهم بالمره حياة الان مش فاهمه ايش مع انها شاطره بتسعينات هي بس انجليزي مش فاهمه وشغله التصحيح بتحل. طب احنا بنعرف الحل صح ولا غلط ما فيش حد اللي يصحح لك حلي وضبي في الشنطه بس ما بنعرف تصحيح حد ما بعرف يعني ليش ما في حد يصحح المنصه بتبعتي وخلص. طيب المعلمات ما لهم دخل في شيء. طيب يا اخوان يعني احنا سمعنا الشكاوى هاي هذه شكاوى حقيقية فتعليقا على بعض الناس اللي عم بعلقوا شغلات هيك غريبة عجيبة عم بقرأها هذه شكوى حقيقية وإحنا بنتحدث عن مستقبل جيل الخطر على الصحة قد يكون أقل من الخطر على العقل والخطر على الوجدان. إحنا عم بندمر جيل كامل هذا لا يمكن أن يكون متطلب وطني هذا متطلب لأعداء الأردن مش متطلب لمن قلبه على الأردن. وبالتالي إحنا بدنا وزارة التربية والتعليم إذا بدها تعتمد مبدأ التعلم عن بعد بدها تكون على قد المسؤولية وبدها تشتغل هي ومجلس الوزراء من أجل توفير المتطلبات الصحيحة عشان التعلم عن بعد ينجح. إنما لا أنتم معطين متطلبات صحيحة عشان التعلم عن بعد ينجح ولا أنتم مخلين هالطلبة يدرسوا في المدارس شو يعني. والكورونا مكملة ل 2024 كل توقعات الخبراء في العالم بتحكي الكورونا مكملة ل 2024 شو يعني. يعني 5 سنين من القضاء على مستقبل أولادنا بدون تعليم شو هالحكي الفاضي. بخدم مين هذا مصلحة مين هاي تجهيل الشعب مصلحة مين. القضاء وتدمير الأجيال الجديدة الصغيرة الناشئة هدول الشباب اللي زي الورد الأطفال والله إنك بتسوى كل العالم اللي عاملين حالهم بفكروا حالهم وزراء والله انك بتفهم اكثر منهم. وبالتالي احنا المساله مش مسخره رجاء ما حدا يتفلسف وما حدا يكتب كلام غير مسؤول على التعليقات. هذه قضيه مجتمع هاي قضيه امه هاي مستقبل الاردن هذا مصير الاردن. التعليم هو اهم رساله يحملها الانسان الاردني واحنا كنا بنفتخر انه احنا ما عندنا شيء نتفاخر فيه الا هالتعليم. بدهم ياخذوا منا نتفه هالتعليم مش معقول يا جماعه. فعموما راح يكون لنا وقفه مع هذا الموضوع ولن يمر هكذا على خير. هذه مسألة ما فيها تهاون وما فيها مجاملة ولازم يكون في خطة تقدمها الوزارة ونثق في أنه هذه الخطة راح تنجح. شكرا لكم وإلى اللقاء.